حول هذا الملف ينضم معنا عبر سكايب عضو ائتلاف في النصر السيد عقيل الرديني. اهلا بك سيد عقيل، اهلا بك عبر شاشات وطن. بدايه معك سيد عقيل، التصويت على اهلا حياك الله، التصويت على قانون الامن الغذائي هل سيمهد لحدوث توافق بين الكتل السياسيه اليوم لفك جنبه الانسداد السياسي برايك؟ اهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي والتحية إلى مشاهدي قناتكم الكريمة. صراحة يعني نحن مع القانون يعني في جوهره لا في مظهره. اليوم إقرار القانون أعتقد يعني المحتوى يختلف عن العنوان، وهذا ما أوضح الكثير من النواب والكثير من المعارضين لهذا القانون. نحن مع يعني إقرار قانون يخدم الشعب العراقي ويخلصه من هذه المحنة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، لكن كنا نتمنى أن يكون ليس بهذه العجالة وأن يأخذ وقت أكثر للتعمق في إيجاد الحلول، مثلا الذهاب باتجاه الصناعة والزراعة وإيجاد فرص العمل، وكذلك يعني تمكين الفلاحين والمزارعين والتجار ومتوسطي الدخل المحدود من إقامة مشاريع قد تخدمهم في يعني قادم الأيام والأشهر. لكن أقر القانون بهذه الكيفية. اليوم أصبح هنالك نوع من التوافق، العديد من الكتل السياسية دخلت على هذا القانون ويعني صوتت عليه، كان هنالك حوالي 275 نائب داخل قبة البرلمان اثناء التصويت، اذا هنالك اغلبيه كبيره حول هذا اقرار هذا القانون. يعني ربما يؤسس لتفاهم، ربما يؤسس لتوافق بين طيب الكتل. طيب سيد عقيل الرديني، البارحه هم كانوا الاغلبيه مانعه ومشدده على رفض القانون، والبعض كان رافض القانون تماما، اليوم اصبح مشارك بالتصويت والوقوف بجانب القانون والتصويت عليه وتسيير الامور، كيف تقرا هذا؟ يعني كان هنالك جلسات قبيل جلسه البرلمان، وكان هنالك اجتماع للسيد الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسيه، وهنالك يعني اشياء تم تغييرها في القانون ووضعت اشياء اخرى قد كان فيها رضا لبعض الكتل السياسية التي صوتت على البرلمان، وهذا شيء طبيعي في إقرار أي قانون يتم التوافق عليه. طيب هناك خلافات جوهرية على قانون الأمن الغذائي كما نشهد، ومنها الجهة المنفذة وهي حكومة تصريف الأعمال، وهنا يقع المرتكز ونقطة الخلاف، كيف ترى هذا المشهد اليوم؟ يعني صراحة يعني نحن في ائتلاف النصر يعني كنا نتمنى أن يكون هنالك الإقرار للموازنة بدل الذهاب إلى يعني إقرار هذا القانون، وربما يكون هنالك تعارض بين أبواب صرف الموازنة ويعني أبواب هذا القانون، وبالتأكيد سوف يكون هنالك تعارض وهنالك تكون مشاكل يعني مالية واقتصادية وربما تكون مشاكل سياسيه. هناك يعني من يقول هي موازنه مصغره الماليه، عفوا نعم. على المقاطعه، هناك من يقول هو يعني قانون الامن الامن الغذائي هو موازنه مصغره. اي بالتاكيد، يعني اليوم هنالك دعم للمناطق المحرره وهنالك يعني ايجاد فرص عمل لبعض المحاضرين، وهنالك دفع لديون الغاز لايران، وهنالك أبواب للتجارة وأبواب للكهرباء وأبواب للموارد المائية وأبواب للزراعة، وبالتالي هو هذا ما نقصده، هنالك سوف يكون تعارض لأن نفس هذه الأبواب هي اليوم موجودة في إدارة الدولة. طب ما علاقة الأمن الغذائي بكل هذه القوانين؟ كان من الأولى إقرار الموازنة والسير في عمل سير نعم الموازنة. هذا ما نقصده، يعني إذا أردنا أن نحافظ على هذه الوفرة المالية، هذه الوفرة المالية ليس دائما يتم الحصول عليها، إنها فرصة والفرصة يجب أن تستثمر بالشكل الأمثل، وكنا نتمنى هذا ما نقصده، وكنا نتمنى أن يتم استثمار هذه الوفرة المالية بأشياء تخص الشعب العراقي وتخدمه، لكن سوف تذهب هذه الأموال 25 تريليون دينار عراقي إلى أبواب كثيرة وقد لا يلمس المواطن شيء، يعني تغيير في واقع حاله، لا يوجد تغيير في واقع الحال المواطن العراقي شيء ملموس، هذا ما نقصده، لذلك كان الأولى طالما اليوم
البرلمان يشرع قانون وفيه جنبه ماليه وهو خلاف ما ذهبت اليه المحكمه الاتحاديه، طيب لماذا لم يشرع الموازنه ويمكن نقل بعض الابواب يعني في دعم البطاقه التموينيه، دعم وزاره التجاره، دعم وزاره الزراعه، لماذا نذهب الى تعقيدات اوسع وربما نفتح بابا كبيرا للفاسدين وللفساد، وكيف ممكن السيطره على هذه الاموال بدون وجود هنالك رقابه وبدون وجود هناك يعني سيطره لديوان الرقابه الماليه على معظم هذه الابواب، هذا ما نقصده، لذلك كان من الاولى الذهاب الى دفع الموازنه من قبل الحكومه الى البرلمان ويتم التصويت عليها، هو حفاظ على اموال الشعب العراقي يكون افضل، لكن هنالك يعني نفس سياسي لدى التحالف الكلافي انه نريد انجاز، لكن يعني حتى وان كان هذا الانجاز بحسن نيه قد يضر ب يعني المال العام جراء يعني عدم السيطره على هذا المال، واذا كان هنالك سيطره فالمفروض كان او الاولى ان نذهب باتجاه دفع الموازنه والتصويت عليها، كان هو الافضل والاسلم للشعب العراقي. بالضبط سيد عقيل الروديني عضو ائتلاف النصر، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك.